مرحبا بالناس كل ما عدل الموجة علينا وين ما كنتوا بنشوفوا تسمعوا فينا أكيد على البوند فم بتاعنا على 93.3 هذه هي زهرة الفم وهذه هي جوك على 93.3 على الحياة FM بيان سور هكا نبدأ معكم المشوار دائما كما تعودتوا بنا برشا انرجي برشا فقرات الضحكات فديكة والمعلومة إن شاء الله اللي باش تحصل في ليميسيون متاعنا وأيضا الموسيقى اللي باش تكون متنوعة هكا دائما نحاولوا إنه نشارككم في الميسيون بتاعنا من خلال ذوقكم الموسيقي دائما عندكم شواء انو تفوتيو على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها سينون زيد ان غران ميرسي للسبونسور بتاعنا اللي دائما مأمنين لي كادو بالنسبة لحصتنا لليوم تحية كبيرة للفريق دي جو اس ام اللي ما غيبش علينا ديما مدللنا بلي كادو اي تو سكي دي برودوي تكنولوجيك لي تابليت تابليت التليفونات و لي اكسسوار تلقاوهم الكل عند فريق جو اس ام في شارع الجمهورية وين ياخذوا بيكم يعاونوكم كان عندكم بروغرام هكا تبدلوا التليفون بيان سور احنا نودوكم بلي برودوي لفريقي جي اس ام سينو تحيه ليكم الناس اللي قاعدين تتفرجوا علينا فيا فيسبوك وتحيه للناس الكل اللي تسمع فينا في كراهبها في الخدمه هكا باش نونسوكم حتى للسته نتاع العشيه ايضا باش يكونوا معاكم ويونسوكم ايكيب كامله تحيه كبيره برشا برشا للكيب التقنيه والديجيتال اللي قاعدين في جمود الخفاء يا جماعة لو على راسهم أكيد أمنا بوخيت اللي ديما هكا مونستنا وديما في الإخراج التقني والصوتي المزيان سينو معنا اليوم شكر أيضا زادة في الفي ميكس والديجيتال اللي خليكم هكا تشوفوا في التصوير الحلوة على الباج أوفيسيال متاعنا وكما العادة معكم نور بيجي من قدام الميكرو مانيش وحدي كما العادة معايا حمزة بشيخ مرحبا مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا مرحبا عزيز مرحبا نور مرة أخرى مرحبا آمنة طلة عزيزة مرحبا شكر محمد بسليت إذا معانا اليوم حسيلو أقولوا تحية بيان سور ديما مؤنسنا ديما مؤنسنا ولا من المتابعين الاوفياء للبرنامج من خلالك الاوف والكواليس اكيد اليوم باش عيشوا معانا برشا فقرات مزيانة كالعادة وكما عودناكم نور وانت تعرف حسيلو خليكم برونشي جونا احلى جو جونا 93 تري بيان احنا اليوم باش نكونوا نطلوا على برشا مواضيع ان شاء الله زاده ثقافيه على برشا دي اكسيون ان شاء الله هكا زاده تحصل الفايده تنجموا زاده تكلمونا على ارقام الهاتف نتاعنا زاده مرحبا بالناس الكل على 70 035 120 70 035 120 مرحبا عزيز على السلامه نور بيك وبكمل فريق ونتمنى تكون ساعتين حلوين مع السادة المستمعين عايشك عزيز مرحبا بيك دائما نلقاوك انت بعديك في مخ الهدره ومختلف الفقرات سينو عملت الدوره نتاعك حمزه على كيف فما دي زيكستري هكا مزيانين بالنسبه لليوم ترى سيدي نشوفوا الذوق العام للاذاعه وين الكفوري بنحس براحتنا من اجمل ما غنى مزيانة على الاخر والله هذه شكون اختارها ويا بخته اللي اختارها خلينا نحاول نقرب هذه قالوا يشتح اللي اختارها انا كل ما نسمع ستيل هذا مش عارف التسعينات امينه فاخر يا حسره شكون اختارها بربي عزيز عزيزك يحب يرجعنا نستجيب زينه برشا شكون فينا ما يحبش الديفا امينه فاخر فوالا من الحاجات الحلوه والجميله جدا اللي اختارها لنا عزيز سينو اللي بعده الاحساس بالعجز بيخنقني حسني اكيد شكون عم اختار انت من حسني تامر حسني احمد شفا احمد شفا هو قبيله قال لي ما تقولش انا اخترتها كيف قلت له ما يصيرش انا باش نقول وانت تحب تعرف انا عربي في الدروس قال اغنيتي لازمها تربح هكا عملنا تراجع هكا لازمها تربح فوتيو عليها كل الجماعة فوتيو عليها كاو المستمعين فوتيو عليها ما هي اغنيه بحالها تستاهل انه نسمعوها كامله اغاني حلوه برشا برشا يعطيكم الصحه على الذوق الرفيع نتاعكم هكا تنجموا تفوتيو على الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها اخر الحصه من خلال الباج اوفيسيال نتاعنا سينو هكا ديبو يكون معاكم في جوكات 93
جوك عاد 93.3 مرحبا بالناس كل اللي معضلة موجتها علينا دائما الثقافة عندها مكانها في جوك على 93.3 باش نحكيو بأكثر تفاصيل في التور دو تابلا. التور دو تابلا وقلت التور دو تابلا. احنا في اطار شهر التراث ومحليه تراثنا، محليه عاداتنا، محليهم تقاليدنا ومحليه لبستنا التقليديه. الغل البارح صار ايفينمون ونظمت جمعيه سيدي حسين العليني للتنميه الثقافيه واحياء التراث بالقيروان البارح بالمركب الثقافي اسد ابن الفوران حفل استعراضي للبسه التريون. تعرف التريون حمزه؟ اكيد تريون المذخم وتسمينا به القروان، معناها كبلاد معناها ملمة بالثقافات متاع العادات متاع اللبسة التقليدية. تريون بالحق فيه برشا حكايات، معناها ان شاء الله تواتي هكا مرة نحلو هكا قوس ولا باب صغير نحكيو على حكايته واصل حكايته كيفاه بدات من القروان وكيفاه تصنع وكيفاه هو غير مقعد. كان يعني الاوريجين نتاعو القيرواني. القيرواني بطبيعه نلبسوه ديجا احنا في تسمى علينا تسمى علينا والناس الكل تعرفوا اللي ديجا يقول لك في اي بلاد في تونس في سوسه في عرس في يقول لك التريون القروي. صحيح بالضبط. احنا باش نحكيو اكثر تفاصيل على هالليفينمون هذايا الحلو مع اكيد رئيس منظمه سيدي حسين العلاني للتنميه الثقافيه واحياء التراث. معنا في المباشر سي فؤاد العلاني. مرحبا بك سي فؤاد. مرحبا يا بنتي نور ومرحبا بزميلي معاك وحبيب كل السامعين اذاعه حياه فهم. مرحبا بك. الله يخليك. مرحبا بك سي فؤاد. الوغ البارح احيتوا حفل استعراضي لللباس التقليدي التريون بالتحديد التريون نتاعنا القيرواني الاصيل كان بمشاركه عارضات ازياء. كان تحكي لنا انت سي فؤاد باكثر تفاصيل على الحفل هذا كيفاش كان؟ بارك الله فيك. الحفل الذهبي هو في الأصل راهو كان مبرمج في صيف 2020 ثم حاولناه لصيف 2021 لكن ديما مشكل صحي ذاك خلانا ما نجموش ننظموه. كي جاء شهر التراث تحت موضوع هذا الموضوع نتاعو هو اللباس التقليدي هوية نتاعنا وخصوصيات جهوية احنا قلنا أحسن فكرة أن نغتنموا هالفرصة هذه ما نقعدوش للسنة والصيف لعل الظروف ما تسمحش وعملنا الحفل هذايا باش مش نزيدوا نرسخوا عاداتنا معناها ونحتفظوا بها ما ننساوهاش ولكن ايضا حابين نبينوا انه التريون الحالي الموجود هذايا راهو ماهوش هو الاصيل هو صار فيه تغييرات هذايا بطبيعه الحال اعطته جماليه اكثر نوعا ما تعقيد ولكن الاصيل الاصلاني الموديل الاصلاني ما مفقود تقريبا. وإحنا عام 2019 عملنا لجنة مكونة من 4 سيدات عملوا تحقيق معناها في مدة معينة في القروان وما لقاوش التريون الأصلي. التريون الأصلي اللي وصفوه لنا برشا من النساء الكبار وعندنا صورة زادة بيناها وريناها لهم يقولوا لنا إي هذا هو بيدو وصفوا لنا بالضبط إيش فيه ما لقيناش الأصل يعني في نوعية سي فؤاد هم عندهم مخمل يعني سي فؤاد التريون الأصلي عنده نوعية متاع تطريز معناها خاصة به شنو اللي يميزه على التريون الموديرن؟ التريون الأصلي هو يكون سروال كما كبوس الغارق متاع تونس في أغلب الأوقات اللون متاعه معناها نوعا ما كما نقول احنا سكري بطاطي في حرج من جهه معناها اليمين واليسار يكون حرج اكحل من المبر فهمتي فيه الزخرفه النباتيه اللي هي مستوحاه من كسوه الكعبه المشرفه وكان فيه حزام زاد كذلك مطرز وفيها البدعيه ولا كان يقولوا له بوليرو معناها بوليرو نوعا ما باش يزيدوا يفهموا اكثر زاد هذاك بالمنبر لك حل متروس بك الموضوع النباتي وفيه طاقيه وفيه يعني كل اللي في فوق الاكتاف هذوكم اللي كل التشنشنات ولا كيفاش يبداو هكا هابطين ككل السبايس كان نوعا ما معناها شكله ما بسيط شويه مش معقد كيما الحالي ومستوحى من لباس هما انا حسب الوثائق احنا قعدنا نبحثوا على شنو هذه الطرايون من جاي لندرا شنية التسمية هذه بعض المراجع يقولون أن يراه تحريف الكلمة كرايور هذوما
جنود شمال افريقيا من مع الجيش الفرنسي في بدايه في الحرب العالميه الاولى كانوا يلبسوهم لبسه هكاك فيها الجليه هذيك وفيها طرز الحرج نتاع الجنب والسروال الكبير معناها الواسع وكانوا هما يعني رومات يعني رومات اللي يضربوا بالبنادق في الصف الامامي وكانوا يسميهم التيراير خاطر هما يقفوا من الصف الامامي ويبداوا الرمايه فهمت في الحرب. فالشكل هذاك موجود كي ترجع تشوف الصور وترجع تشوف المراجع نتاع التيراير تلقاه يشبه كبير شبه كبير للطريون هذه الطريون معناها يقال انه تحريف لكلمه التيراير وكان اللباس هذايا معناها لباس الحنه نتاع العروسه خاطر فما الكسوه كسوة شيء آخر والحنة واللي كسوة اللي فيها الفوطة وبلوزة والشيء كله والطريزة والعدس وكذا كذا فهذا لباس الحنة يعني أخف من لباس العروسة لكنه هو تميزت به القروان والحقيقة كما قلت لكم احنا تو باش نحاولوا نعملوا مثال زي إذا كان لقينا عند شكون باش نحاولوا ناخذوا المثال الأصلاني وده قديم وإذا ما لقيناش احنا باش نطلبوا من عنا المبدع نتاعنا سندس العلاني اللي هي معناها اكثر برشا معناها موديلات كما نقولوا معناها بلغه الخياطه نتاعها هي هذه معناها باش تعمل لنا خاطر السبق وانا عملت لنا زاد قبل بمده ليها برشا عملت لنا موديل باش ان شاء الله تعمل لنا الموديل هذايا بالضبط كما في التصويره ونحطوه في المتحف في زلزم ونشوفوا يعني تلما ما عادش موجود الطريون القديم تفقد لي يصعب نحبوا عنا الصورة هي موجودة عنا شهادة من برشا من الكبار لسير كبار يقولون هذا هو يصفون عليه بالضبط يعطيونا المواصفات متاع السطاع وشنية وكذا وكذا وفيها كتكة يقولك فيه تكة زاد وفيها سبتة ذيك اللي يقولوا احنا الحزام وكان يعني نفس الاوريجين معناها توا يعملوا فيه القماش الباز هو بالفلور يعني كان توا طوروا وردوا فيه برشا زخرفه وحتى من الفوقاني يعني ردوه كانه بلوزه ما عادش شكل جيليه زي اللي يسميوها معناها المنتان واللي يسميه هو الحقيقه اللي تو قاعد نتذكر فيه بالطبيعه ثم اختلاف هو المستوحى منه كما نقولوا احنا تطورناه من غير ما حافظنا على الاصل ومش باهي في التراث راهو باهي تنجم تبتكر ولكن ماذا بيك تحافظ عاد على الاصل وتعمل له زاد توثيق معناها وتوريه فهمتي في كل معناها المناسبات يلزم يكون موجود اذا كان ثم احتفال رسمي بالايام باللباس التقليدي وكذا يلزم يكون موجود حاضر مش جديد فهمتي سي فؤاد احنا الحفله عملناها راهو زي حفله شاركت معنا جمعيه مهرجان الحايك في القيروان وشاركت معنا جمعية مدينتي القيروان مدينتي جمعية الحايك بطبيعة الحال عملوا استعراض ضخم تاع المتلحفات بالحايك منهم ملكة جمال الحايك سنة 2022 حضرت زدهية وحضرت القدم وحضرت السلطانة الحايك وحضرت حافظة الحايك إلى آخره عندنا برشا ما شاء الله اللي توا معناها ملتزمين في الجمعية هذه باش يعدوا يعاودوا يحيوا الحايك معناها القروي بك الغمبوز وبك التلحيفة وحضرت معنا كما قلت لك مدينتي زي عملت الحضارات اللي هما عائلة العروسة والحضارات الاخرين هما اللي بالحايك اللي يكونوا زعما يجيو معناها ما همش مالي العرس فهمت يجيو يقعدوا متلحفين بالحايك ويقعدوا في يحضروا في عرس ما همش مستعدين معنا بصفة رسمية يعني يكونوا موجودين هما يمثلوا معناها كما نقولوا الاقارب ولا الجيران ولا حاجه من هكا. كل حال جاوا زاد صغيرات لابسين لباس تقليدي وشاركت معنا في الفقره نتاع هذه باش نسميها على خاطر ثاني مره تجينا بصفه مجانيه متطوعه هي لو سمحتم نحب نسميها ونشكرها خاطر زي ثم عمل ثقافي مش عمل ثالث مره بدون مقابل. صح نتاع فرقة جميلة جريدي قدموا لهم التحيه اسم الفرقة يعطيهم الصحة يعني هذه ايفينمون كما قلت انت غير ربحي هو ايفينمون ثقافي يساهم يعني في تنمية الثقافة واحياء التراث في القيروان الوغ ان شاء الله يعني مازلنا نشوفوا من الجمعية دي ايفينمون باغي خاصة اللي هذه ماهيش لاكتيفيتي الأولى أو الثانية ديما تنشطوا تبارك الله من خلال اللباس التقليدي الحايك وتوا
التريون يعني ان شاء الله نشوفوها. احنا عملنا زاد مره عملنا امسيه نتاع العقيد القيرواني معروف هذا العقيد كيما يطيبوه معنا بالنساء وكله يعملوا بالخل وفما عملنا زاد مهرجان باروتا وعيد الماء بالقيروان زي احتفال بالمدرسه القيروانيه لاداره المياه مدرسه معنا سابقه رائده ولا عالميه ولات يعني ما برش الناس ما يعرفوش اللي القيروان عاصمه البحر المتوسط في الماء هذه لازم الناس تعرفوا لانه يعني عندها طريقه مدرسه كامله في اداره المياه وفي تخزينها وفي معناها استغلالها وفي تصريفها وكل معناها هندسه كبيره ياسر معناها عبقريه قيروانيه رائعه فهمت ما ثماش كيفها في بحر المتوسط الكل وعندي رايه هذه معناها حاجات درسناها وقدمناها حتى على مستوى دولي ومتوسطي في اطار جمعيات اخرى لو نحكي لك عملنا زاد كذلك مهرجان الحايك واسسنا له معنا جمعيه خاصه به وكذلك عملنا كثير من الانشطه الاخرى اللي هي معناها ظرفيه وعندنا يعني نحضروا في مهرجان الخبز نتاع القروان اللي تاخر برشا مرات وعندنا كذلك مهرجان سيد قصريه للاغنيه المغاربيه زاد تاخر برشا مرات لانه ثم فيه كثير من التحذيرات وجاتك الكورونا وما نعرفش كيفاش على كل حال عندنا مجموعه من الفنانين اللي هم ملتزمين بشي يعني سيساهموا في اثراء هذا المهرجان الكبير باسم البشر كسيفو اد البشر كسيفو اد روحي اللي هو سي زين الحداد بارك الله فيه اللي هو طوع معنا باش يكون هو المشرف الفني او نقولوا المستشار الفني لهذا المهرجان وباش يكون هو يقدم يعني انت يعني تحيه الى روح السيد قصريه اكيد وان شاء الله يكون هذا المغاربي لانه عام السابق الله يرحمه كان معروف منها في اكيد اكيد ان شاء الله باش ينتظروا العديد والعديد من الانشطه الثقافيه من عندكم حمزه حبيب تضيف حاجه سي فؤاد نبشرك اللي المهرجان تم الموافقه عليه تاع الفنان الكبير ابن القيروان سيد قصريه وان شاء الله باش تراو حاجه مزيانه على الاخر ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله سي تري بيان على الاكسكلوزيف سامحني عيش ولدي انا ما سمعتكش مليش شنو قلت سي فؤاد قال حمزه اعطانا اكسكلوزيف قال اللي مهرجان صدق ثريا تمت الموافقه عليه وان شاء الله على القريب باش نشوفوا هكا حاجه مزيانه حاجه مزيانه اللي من القروان اكيد كيفاش تمت الموافقه عليه راهو مازلنا ما أنا تمت الموافقه عليه مبدئيا ثم ثله من الفنانين تقابلوا مع المندوب سيد المندوب سيد المندوب بحكى مع الوزير وزير الثقافه وزير ثقافه وتم معنا التنسيق انه ثم موافقه مبدئيا ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله هذاك اقتراح نتاع بشير السالمي اي بشير السالمي المشروع هذايا وراه موثق وفما زين الحداد عملنا اجتماع معاه وثم في باله زاد سي دربال سي حادم دربال ثم زاد سي اسمه سي العبيدي زاد يعرف ثم عندنا كورال نتاع الاطفال ممتاز جدا نتاع مدرسه الرحبه لكن هذيك اقتراح نتاع سي بشير السالمي تعدى للسيد المندوب ويحبوا يعملوه وتكون تشرف عليه وزاره الثقافه يحب هذايا احنا نحبوا ان شاء الله ان شاء الله قدره ربي ان شاء الله احنا بدينا وكنا احنا مغاربي هما يمكن يحبوا يعملوه في الاغنيه بصفه عام احنا شدينا صحيح في المغاربي لانه عامل صادق مش يخدم في الجزائر وخدم في ليبيا وخدم في المغرب وخدم في باريس اللي فيها وقتها جاليه مغاربيه وكان هو وفي مصر حكاوا عليه حتى في مصر حتى في مصر حكاوا عليه وغناوا له بالباهي وفنانين كبار وكل شيء هذه حاجه تزيد للزيد نتاعنا القيرواني سي فؤاد وتنزيد اكيد للرصيد هكا الثقافي حاجه نفتخروا بها برشا برشا اللي قاعده العجله الثقافيه الدور وفما توا يعني جمعيه سيدي حسين العلاني اللي قاعده تنشط في تظاهرات جميله جدا اللي تعنى باللباس التقليدي وتعنى بالثقافه وبالتراث يعني مش حتى كان اللباس قلنا حتى في الماكله في الخبز في الغناء في برشا حاجات هذا حاجه كيف من هكا تشرفنا برشا برشا مشكور مره اخرى سي فؤاد العلاني رئيس منظمه سيدي حسين العلاني للتنميه الثقافيه واحياء التراث على الكم المعلومات هذه وان شاء الله احنا كالحياه تفهم باش نغطيو جميع التظاهرات الثقافيه من نوع هذا اللي تساهم في احياء التراث وتنميه الثقافة أكيد في القيروان فولا احنا هذه هكا اطرحنا الموضوع الجميل المزيان بالتريون القروي في التور دو تابل
يلا مازلنا متواصلين معكم دائما بالموسيقى ومرحبا بالناس كل معضله موجتها علينا. تنجموا زاد تفوتوا على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها اخر الحصه الكره عندكم انتم يا جماعه. تنجموا زاد تكلمونا على ارقام الهواتف على 70 035 120. جوك على 93.3 حتى لستة متاع العشية لقيت هذية تعودتوا بينا باش نحكي لكم على كل ما هو مخ هادرة مع عزيز. يلا في مخ الهادرة. مخ الهادرة. مخ الهادرة. يا عزيز مرحبا بك مرة أخرى. يظهر لي اليوم حضرت لنا حويجة في مثل هذا اليوم. إيه إيه مش نفسي لذلك اليوم. أيوة. نور كما اليوم 12 ماي تحديدا عام 1881 كانت تم عملية الأمضاء. صارت عملية الأمضاء على معاهدة باردو بين كل من حكومة فرنسا ومحمد صدق بي اللي هو وقتها يتربع على عرش الحكم في تونس. تعلن هذه المعاهدة حماية فرنسا على البلاد التونسية، ولهنا كلمة معاهدة أكيد حطوها بين قوسين لأنه هذا اللي يتسمى استعمار بالأساس. هي على أساس بينشو تعرضنا لها في حتى في التاريخ كانت على أساس حماية. دخلت على أساس حماية. هي ظاهرة الحكي. أكيد. والمعاهدة هذه أعطت الحق لفرنسا معناتها باش تتحكم في الشأن السياسي والشأن العسكري والاقتصادي في تونس. معناتها كما نقولوا خليها أعطاها الحق باش تتدخل في كل الأمور اللي تخص البلاد التونسية. بيان سور نسالك فلوسها باش نجي نحميك. من اللوجيك ما نعرفش كيفاش. ومن وقتها نحن بدات معاناتنا مع سلطة الاستعمار الفرنسي. صح بالضبط. أكيد. لهنا أكيد فما سؤال جاي في ذهن التوانسة تو اللي يسمعوا فينا مستمعينا. هو قول قايل شنو اللي لز البي باش يصحى على المعاهدة هذه؟ صبعه تحت الزرس. ما عندوش شيء. انا نتصور هذا هو ريالمون باش نسمع ما عندك انت ما نتصور ما لقيت بهاوين مدين ما عندك شي فلوس فرنسا جات حلت لك في الجنه اذريع زعما هو عارف معناه ذولي عنده شويه هكا تكير تصور وقتها اكزاكتومون معناه ويعرف اللي هو قاعد باش يصحح على الاعدام معناه حاجتين. اول حاجه في الفتره ذيك تونس كانت معناتها عندها معاناه اقتصاديه وماديه بصفه كبيره والشيء هذا خليها ما تنجمش تدفع ديونها. ثاني حاجه خوه كان يحب ينقلب عليه وهو اللي استولى على الحكم. وي ولهنا باش تعرفوا كانوا فما ناس على جال السلطه معناتها مستعد بها. لا احنا كيك راهو التاريخ مرير مرير على السلطه وعلى الحكم وعلى الكريسي اكيد كوين ما تلقى سلطه وحكم وكرسي وبوفوار تلقى ديما وراها ماضي اليم واليم. حتى في احنا حتى كي نشوفوا في المسلسلات التاريخيه وشفنا يعني في الدوله العثمانيه وكيفاش كان الصراع غير مو على السلطه يعني انا نتفكر شابيتر كامل وقت قلنا الصراع على السلطه تلمو كانت حاجه موجوده بكثرة. ألوغ هكا كيما اليوم بدات المعاناة كيما قلنا الاحتلال بدا معناتها كيما اليوم 12 ماي 1881 بقى لمدة 75 سنة. وقتها تونس استقلت 20 مارس 1956 وذلك بفضل معناتها الوطنيين والزعماء بتاعنا كيما الحبيب بورقيبة وعبد العزيز الثعالبي وبرشا غير بفضل كل يعود ليهم. صحيح. ألوغ الحمد لله هو احنا ريالمون احنا السؤال يطرح نفسه احنا اسكو توا احنا مستقلين ريالمون ولا لا؟ ترونا احنا مستقلين توا في 2022 عندنا استقلالنا الفكري عندنا استقلالنا الاقتصادي عندنا يعني ماناش ديبوندون على دول اخرين باش توفر لنا المواد الاساسيه غير ممكن نجي نشوفوا هو صحيح كانت فرنسا يعني مستعمرتنا بالكمال والتمام ولكن الاستعمار الحقيقي هو الاستعمار زاد الفكري الاستعمار الاقتصادي الاستعمار اللي ديبوندون على الحاجات ما نصنعوهمش لازمنا بسيف علينا نستورد هذا هو الاستعمار. لليوم حمزه سامحني لليوم ما زلنا في تبعيه للخارج سواء على الصعيد الثقافي الاقتصادي السياسي والصناعي وفي المجالات الكل معناتها خير دليل على ذلك احنا لليوم نتفاوض مع صندوق النقد الدولي باش يعطينا تفتوفه نمشيو بها امور بالضبط وبخلاف الغزو الثقافي اللي قاعدين يكرسوا فيها علينا وبرشا حاجات اخرى بالضبط هذا هو معناها غير ما السؤال اللي يطرح وقتاش
نستقلوا بوغ دو فري. الاجابه على السؤال هذا تكون كما قلنا وقت اللي يكون عندنا استقلاليه ماديه اقتصاديه سياسيه اجتماعية من كل النواحي الفكرية خاصة. هذه اللي خلينا مستقلين، ولكن دائما نغزو للجانب الإيجابي في للأشياء. بيانسور تونس يعني نالت استقلالها الفعلي، والفرج يجي درجة درجة. وقديش معنا بعد قديش من عام استقلال يا فرنسا خرجت، ولازم بشوية بشوية باش نوصلوا للاستقلال الفكري، الاستقلال الاقتصادي وغيره. يعطيك صحة عزيز ولا بيس نور. راهو عبر التاريخ تونس مهما تعدات بأزمات من قديم الزمان ديما تخرج منها ونتجاوزوا مهما كان صعب نتجاوزوا. التاريخنا نتاع ديما دقيقة 90 وقعدت متبعتنا الحكاية. كان باش نربحوا في ماتش راهو دقيقة 90، كان باش نسلكوها في حرب حتى كورونا ديما هكا معناها بالبركة. البلدان الاخرين اش صار فيهم نحن نسميهم في جنة. صح صح والحمد لله الحمد لله يا ربي. احنا كان اكثر من هكا اللي ما عشنا نفس اخويا معنى الحمد لله سيدي جينا باللطف. يعطيك صحة عزيز، ذلك كانت مخ الهدرة لليوم. مخ الهدرة مخ الهدرة. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم دائما بمختلف الفقرات. نجموا تكلمونا 70-35-120 مكملين بالموسيقى ورجعينا. جوك عاش 93 هيتش عندك دائما ملتقى. انا معك انت حمزه بالشيخ في هيتش عندك. شو محضرنا لليوم؟ عسلامه نور، عسلامه في اللي قاعد يستنى فينا وباش يسمعنا. شو باش نحكي بعد ما حكينا المره اللي فات على الهوموسابيانز؟ كنت تذكروا وقت الاكتشاف التاريخي اللي صار في بلادنا العزيزه وتحديدا في منطقه نفطة التابعه لولايه توزر. اليوم جماعه باش نحكي لكم على اكتشاف اخر اللي هو من أهم الاكتشافات اللي صارت عبر التاريخ. إيه نعم، من أهم الاكتشافات اللي صارت عبر التاريخ. أيا حلوا أذنيكم معايا وركزوا معايا شوي. الاكتشاف هذا يا جماعة نقلته أهم الوسائل الإعلامية كما ناشيونال جيوغرافيك وكل المواقع الإخبارية العالمية زادة، اللي هو تمساح تونس العملاق. يقول القائل تمساح تونس العملاق، خلينا نشوف وشنية الحكاية وشنية أصله كيفاه لقوه وشنو كيفاه. التمساح هذا يبلغ طوله 10 أمتار ويوزن 3 أطنان، وطول جمجمة هذا التمساح وحدها أكثر من 1.5 متر. في ولاية تطاوين بالجنوب التونسي بشراكة بين العلماء والباحثين بين تونس وإيطاليا تم العثور على هيكل عظمي متحجر لتمساح بحري يعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاكتشافات في صحراء تطاوين. وقدروا هالعلماء عمر الهيكل العظمي ب 130 مليون عام. عمره الهيكل العظمي هذا 130 مليون عام وطوله 10 متر، وكما قلنا يوزن 3 أطنان. لهنا قامت إدارة وموقع قناة ناشيونال جيوغرافيك برسم صورة تقريبية لهالتمساح العملاق وسموه العلماء أم ريكس. تعرفوا يا جماعة هالاكتشاف هذا أسقط نظرية علمية بأكملها، والنظرية هذه هي نظرية الانقراض الشامل اللي تفيد أنه وقع الانقراض الشامل على الكرة الأرضية حوالي 145 مليون عام، في حين هالتمساح هذا كان يعيش في تطاوين قبل 130 مليون عام. رانا مانيش نحكيه على 10 سنين وإلا 100 عام وإلا مليون وإلا 2 وإلا 10، رانا نحكيه على 130 مليون عام. يعد هذا الاكتشاف الأكثر أهمية في تاريخ تونس والعالم بكله، إذ لم يسبق اكتشاف نوع من أنواع هذا التمساح العملاق كما هذا. ونزيدكم زيادة، مازالوا العلماء لحد هذا اليوم في الحفريات يدرسوا في هذا النوع من التماسح ويبنيوا في النظريات العلمية على تمساح تونس العملاق. إن شاء الله تكون استفدتوا الناس الكل من المعلومة، وإن شاء الله تكون نالت أعجابكم. يعطيك الصحة حمزة. قاعدة نشوفوا خزيد ونضحوا للجماعة قاعدين نشوفوا في التصاور متاع هالتمساح هذا عنده المحل الشكل غريب شوية شكل. شفت الفم متاعه كيفاش هكا والخشم الرأس الرأس متاعه هكا الطول متاعه 10 متر، أكثر من 10 متر طول. أكثر من 10 متر معناه ساسفوا حاجة عملاقة عملاقة بالكدي. ألوغ ولقاو كما قلنا في تونس بركة العشرة طوله
طوله سامحوني طوله هو طوله بكله 10 متر طوله كله 10 ديجا عملاق معناها راسه معناها اكثر من متر ونص طوله متر ونص هذا معناها هذوما جماعه هذوما جماعه الباحثين التوانسه معاهم شراكه بين الجمعيه الايطاليه للبحوث زاده والمعلومات تقسيم المعلومات قاعدين هاكم في الحفريات قاعدين يشوفوا ولقاو في البلاصه هذيك الراس نتاع الجمجمه نتاع الجمجمه نتاع التمساح العملاق هو تحسوا كان عنده شبه شويه بالديناصور اي صحيح لهنا راهو انا بدي قعدت شوكي 130 مليون عام مانيش نحكيو على 100 عام ولا معناها تصور انت الحركه هذه اسقطت نظريه الانقراض الشامل فوالا خاطر كانوا يحكيوا معناها اي راهو فيما انقرضوا كامل 145 عام مليون عام انقرض كل شيء معناها فهمني توا ولينا نحكيوا على تمساح خاطر فوالا شبيهه تحسوا هكا ولد عمهم ولد عم ديناصورات عنده شبيهه منهم هذه صوره تقريبيه تعدت في ناشيونال جيوغرافي خدموها القناه تاع ناشيونال جيوغرافي اي تحسها اون 3 دي كهني حقيقيات الصوره هذه تقريبا الجماعه تقريبيه معناها كيفاش نجم يكون او كيفاش راه ماهوش هذا التمساح اللي اي اي بيان سور فماش تصوير لكن بالتحليل اللي طلع وطوله قداش كل شيء عملوا كل مجسم هكا تقريبي يشوفوا به قداش طلعوا التمساح هذا العملاق واضح يعطيك صحة حمزه على هالكم الهائل من المعلومات نخرجوا تراث بلادنا هكا ونشوفوا شنو تاريخ بلادنا شنو الاكتشافات اللي صارت في بلادنا الحاجات بالحق انا والله قاعد كل يوم نفركس في حاجه تطلع لي حاجه ما اهم نقول نعدي هذه ما نعديش هذه نعدي. لكن بالحق تتفاجئ بالزخم الكبير اللي في البلاد هذه والتاريخ وكل حجره وكل شبر وكل حيط وكل بلاصه وكل بلاصه راهي تحكي مئات السنين والاف السنين من الحكايات صحيح يعطيك صحة على الغشيخش الجميلة اللي دائما هكا تبهرنا بها حمزة بالشيخ في هيت اش عندك هيت اش عندك يلا حمزة متواصلين معكم دائما بوزيت برانشي على البوند فم على 93 برسك سنة معكم الفان لميسيون تاعنا لليوم في جو 93 مشكولين سكولي دائما في المتابعة طيلة الأسبوع يعطيكم صحة نسكولي فوتيتو على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوا آخر الحصة مرسي بوكو نور الناس الكل صوتت غنيتك انت اللي هي أمينة فاخت ولا مرة من الأغنية اللي حبوا يسمعوها الجماعة واللي باش نختموا بها ديجا يعطيك صحة عزيز يعطيك الصحة الناس الكل اللي فوتيتو احنا دائما معكم الاثنين حاطين للخميس مشكورين ليكيب تكنيك شكر كبير لزميلتنا امنا بوخيت في الاخراج التقني زميلنا شكر في الاخراج ايضا الديجيتال بعد شوي خليكم مع زميلنا ايمن ليجا في التكنيك سينو شكر ايضا كبير لكم انتم حمزة بالشيخ مشكور يعطيك الصحة عايشك نور بفضلك ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في الليميسيون هذه مزيانة ونقول لكم بون ويكاند يعطيك الصحة سيدي يعطيك الصحة عزيز ميرسي بوكو نور ونحن نجدد موعدنا الجمعة الجاية إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله الجمعة الجاية برشا مفاجآت وأكيد ديما داركم يا جماعة ودار 93 وجوك على 93 ديما محلولة للضيوف الكرام باش تشوفوا برشا تنوع دائما إن شاء الله نحاولوا نكونوا معكم بالتنوع والتجديد كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو إن شاء الله يجدد معكم الموعد في الأسبوع القادم ما بقى لي كيفاش نقول لكم تصبحوا على الخير